تبدأ بنظرة وتنتهي بارتكاب جريمة قتل، تستخدم بها كل أنواع الأسلحة، ويذهب ضحيتها شباب في ريعان حياتهم. قضية العنف بين الشباب أصبحت ظاهرة غريبة في المجتمع، فهم يتشاجرون على أتفه الأسباب. بعض الحالات اللي موجودة عندنا تلاقي عنف يحاول قدر المستطاع أن يثبت وجوده قدام الآخرين، هو ما عنده عنف بالأصل يعني، ولكن هو يثبت من خلال مثلا في إحدى المجمعات التجارية بيبين لأصدقائه أنه هو شاب وطاقة وقدرة، وممكن يؤذي الآخرين وممكن يسبب مشكلة. شطانة احنا نسميها في الكويت الشطانة الزايدة، فهذه الشطانة سببت إداعة لإدارة. تصرفات همجية وعدوانية بسبب نظرة من شاب لآخر ليش تخز، والسؤال أين دور الأسرة في تربية أبنائهم؟ لا أحط المسؤولية على الحدث نفسه، ولكن الأسرة أنا عندي في الدرجة الأولى. الأمر الآخر اللي هو التربية الأساسية اللي هو للحدث نفسه. يعني خلينا نقول لك على سبيل المثال، الآن حدث في دخل مدرسة فصارت له مشكلة في المدارس، فطبعا هناك جهاز مختص اللي هو الأخصائي الاجتماعي والستاف اللي موجود في المدرسة هو مسؤولية تامة داخل المدرسة، ولكن الحدث من يتابعه بعد المدرسة أو الطالب من يتابع بعد المدرسة؟ وللأمر أحيانا قد يكون مقصر في هذا الجانب. البحث في ماهية العنف وتحديد أسبابه مترامي الأطراف، فهل يرجع إلى قلة الوازع الديني؟ بعض السلف كانوا يقولون أن جماع الخير كله فإن الإنسان لا يغضب أبدا، لأن سبحان الله لو تتأمل معي أنك لما ما تغضب عندك مشكلة الآن وما غضبت راح تتخذ القرار الصحيح وتكون هادئ وتفكيرك راح يكون أسلم، وتستفيد من النقطة هذه أنك ما تسرعت في اتخاذ القرار. كذلك يعني أن الإنسان يتأمل يعني في حال غضب ومثلا اتخذ إجراء عنيف يعني شنو يتأمل بعده، قد يكون من وراه يعني قتل. بلغ السيل الزبا وتحول العنف إلى كارثة، وانخفض التسامح إلى درجة لم نشهدها من قبل. بهذه الكلمات أبدى المواطنون رأيهم بقضية العنف. ماكو تربية، ماكو رقابة عليهم، وماكو أحكام شديدة يعني على الشباب. الدور الذي يقع على عاتق الجميع تجاه محاربة العنف يستدعي التعاون الجدي لمعالجة الأسباب، خصوصا أن الشباب هم أكثر الفئات التي تسود بينهم هذه الظاهرة. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.